هي المكرونه المحمره. عندي مكرونه صغيره خالص، اصغر مكرونه ممكن اسمها مرمريه صغيره خالص دي، وعندي البصل وصلصه وميه وشويه زيت وشويه ملح وفلفل بس، برضو ملح وفلفل بس. هنجيب شويه زيت كده، بسم الله الرحمن الرحيم، معلقتين ثلاثه كده ولا حاجه، وهنزل المكرونه اللي انا عايزاها، ممكن الكيس كله، هو ده كيس المكرونه، وابدا احمر في الايه في المكرونه، نغطيها كلها كده بمعلقتين الزيت اللي حطيتهم. طبعا اخلي بالي منها، كل ما انا بقلب كل ما بيطلع لون المكرونايه كلها واحد، لو ركنت معايا شويه تحسي تدي ايه لون ولون بقى، فاحنا شطارتنا بقى. وانا بفضل اقلب فيها كده لغايه ما تديني تبدا تخش في لون. هنزل معاها البصل، مش هحمر البصله لوحدها، لا هنزلها مع المكرونه، بس لما المكرونه تبدا تخش في اللون شويه انزل معاها ايه البصله تاخد لها تشويحه كده. لو تحبي تحطي البصله لوحدها على النار مع الصلصه وبعدين تحطيها عليها ممكن، بس يعني انا برضو مش عايزه مواعين كتير ومش عايزه ان هي شغلانه، هي كلها حاجه واحده، هي كلها في حله واحده، فهي دي الطريقه الاحسن حاجه انك تعمليها. نبدا بس في تحبير المكرونه وبعدين ننزل عليها ايه البصل. بصوا كده بدات تخش في لون اهي، هديها البصله بقى، البصله معاها كده واقلبها معاها. بصوا كده انا حطيت ايه البصله، قلبتها معاها، وبعدين حط معلقه صلصه كبيره وقلبتها، وحطيت ميه يا دوبك ايه بتغطي، يا دوبك بتغطي، واروح ايه مغطيه عليها بقى بس شويه ملح وفلفل، اظبط الملح بتاعها. انا يا دوبك مغطي ليه؟ عشان انا عايزاها مفلفله، مش عايزاها فيها صلصه عايمه،